بيسب في أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال بصريح العبارة إنه العمل أبو بكر الصديق في خلافته لأنه ما عمل انتخابات ولا رسل صناديق اقتراع في الولايات، قال ده ديكتاتورية، قال بصريح العبارة. شغل خمسة. الناس اختاروا زين معلوم، اختاروا في سقف الكنيسة في المدينة، ما يصل صناديق إلى غير إلى غير ما ينزل إلى بكرة ولا غير مع أن المدينة ما تساوي ولا واحد على عشر مع المسلمين. لما ينجمع اختاروا حكم ما الناس بعمر الناس المؤمنين في المدينة، لكن الناس في اليمن في الشام ما يوصلوا جوابات ما يحمل إلى منهم، لكن هذه خليفة هذا ما يظلم الله. لأن بعض حكم الفرد الرشيد على المصطفى وهو في تسليم الحديث من بعض التأويل، وهو في تسليم الحديث من بعض التأويل، وهو في تسليم الحديث من بعض التأويل. بس التأويل ما بدخل مثلا أنه غير نفسه بالتأويل ده بالتأويل أخلاقي عنده تعاليم. تو بتكلم عن منو يا جماعة؟ أنا أبو بكر الصديق إنه ديكتاتوري. هسه ديكتاتوري منو؟ هو ولا ده مش ديكتاتوري؟ الصورة دي قال ما بيشيلها، والمناهج دي قال لو غيروا منها حرف، قال أنا بستغيل طوالي. قال الدكتاتوري منو؟ الدكتاتوري منو؟ ده هو الدكتاتوري، ده القرد، ده هو الدكتاتوري. أما أبو بكر الصديق ده نزل فيه قرآن، ما محتاج لتزكيتنا، ولا هو متضرر من شتيمتك له يا قرد، ما متضرر منك أبدا، بل دي حسنات أرفع عليه وزلة ليك أنت. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، دي زلة ليك أنت لأن أنت بتحارب في الله وبتحارب في رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أوليائه، بل خيرة البشر بعد الأنبياء أبو بكر الصديق. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو وضع إيمان الأمة كله في كفة، ووضع إيمان أبي بكر رضي الله عنه في كفة لرجح بهن إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، قروشه كلها كان من أغنى وأثرى أثرياء العرب، كلها أنفق في الدين وفي سبيل الله وفي النبي عليه الصلاة والسلام. ده بيجي اللي بيقول نحن قرود يجي يشتي أبو بكر الصديق ويقول ديكتاتوري، وانت الديكتاتوري، انت ده الديكتاتوري. طيب كذلك يستهزي وموضوع انه ما رسل صناديق اختراع وكذا، ده باطل. الديمقراطية في الإسلام باطلة باطلة. ليه؟ لأنه الديمقراطية حكم الشعب للشعب بالشعب، يعني نظام حكومة ما الشعب بيختاره، ما ربنا سبحانه وتعالى، ما ربنا. أما في الإسلام ربنا قال إن الحكم إلا لله، ما للشعب، يحكم بالإسلام، يطبق فيهم التوحيد، العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح، تفرض عليهم أركان الإسلام كلها الخمسة، تقام فيهم الحدود، السارق يقطع يده، شفت كيف؟ يقطع يده طوالي، والزاني إذا كان ما محصن يجلد 100 جلدة، ده الدين، إذا كان محصن يرجم حتى الموت، ده الدين. والليلة الكفار بعضهم بقى ياخذوا بعض الحدود الاسلاميه بيشيلوها، داك بتاع وين داك؟ برازيل ولا وين داك؟ بتاع وين ده؟ قال بقى يقطع اليد، الشركه كترت، قال نطبق قطع اليد، قطع عليهم يدينهم، الشركه وقفت كلها. ده ديننا، ربنا سبحانه وتعالى امرنا بذلك، وانت ما بتقدر تغيره.